بنصحكم نصائح لامتحان اللجنة التوجيهية قبل الامتحان مثلا وأثناء الامتحان وبعد الامتحان، شو نعمل؟ أول إشي بامتحانات اللجنة وبالتوجيه بشكل عام نبعد عن الناس السلبيين بحياتنا طبعا. إذا عندنا ناس إيجابيين بنقرب منهم، أما سلبيين نبعد عنهم لأنهم هم بيحبطونا ويعني بخلونا مش واثقين من نفسنا. بالامتحان إن الامتحان النهائي هو قبل لحظة النجاح طبعا، لازم نكون هذه اللحظة اللي إحنا نكون مستعدين إلها. لازم ننظم نومنا بأيام فترة اللجنة طبعا. خلاص إحنا منكون طول السنة دارسين، هاي بس فترة تقديم الامتحانات مش فترة دراسة، نجيش ندرس فيها. يعني إحنا منجي طبعا ندرس بس مراجعة مش دراسة مثلا. طبعا مش لازم نكون مراكمين ولا إشي. ليش ممنوع نكون مراكبين إشي؟ لأنه كلهم يومين مثلا، العربي بيعطونا يومين أو ثلاثة، بس الامتحان الثاني بالعربي مثلا مرات بيعطونا نص يوم أو يوم ونص، فبيكون غير كافي. مثلا مرات الإنجليزي برضو بيعطونا مثلا وقت قليل للامتحان الثاني، فخلص ما بدنا نكون مراكمين، بس مراجعة خفيفة مثلا تكون. طبعا لازم نكون حاضرين هويتنا والبطاقة ونحطها بمكان آمن، ومثلا يكون لنا دوسية أو مكان آمن، أو نحطها مع حدا يعني نأمن عليه، لأنه إذا نسينا الهوية بتوترنا وبتعمل لنا إرباك طبعا. يمكن ما يدخلوكوش الامتحان إذا أنتوا ناسيين الهوية. فرضا نسيتوا الهوية مثلا أو البطاقة، اتصلوا على حدا من أهلكوا وهو يعني بوصل لكم إياها. طبعا انا بفضل لو انتم يكون عندكم شنطه طبعا تحطوا فيه الاقلام طبعا، يكون معكم اكثر من قلم طبعا، والهويه والبطاقه هيك افضل، فيش اشي بتنساه. من فوق الصبح مثلا نرتاح شوي بعدين بنراجع اذا معنا وقت طبعا. بنفطر مثلا بعدين طبعا مننظم أكلنا بالوقت المناسب أيام اللجنة. طبعا مكملين معاكم نصائح لامتحان اللجنة. طبعا مننظم أكلنا لما نروح الامتحان، بيكون معنا بدل القلم قلمين وثلاثة كمان، ونتوكل على الله مندخل الامتحان. بنبعد عن الإرباك والخوف. مثلا حدا مثلا شفنا طالب أو طالبة خايفة، ما نحاولش نوتر حالنا. شفنا الامتحان صعب أو الوراق كتار، ما نخافش كتير. ولا وكمان إذا شفنا حتى الأسئلة أو كتير أسئلة، حتى لو ما لحقناش إحنا بالامتحان مثلا، خلص الامتحان ومثلا أخذوا منا الورقة، ما نرتبكش ولا نخاف كمان، وما نحاولش نغش مثلا. هذا الغش كتير بيخرب عليك. يعني طبعا منخلي خطنا منيح ومرتب، وما نضل يعني طبعا مش لازم نضلنا نخربش. لازم نعرف كم ورقة معانا طبعا بالامتحان، نسأل المشرف أو المشرفة ونعرف كم سؤال علينا. وبعد ما نبدأ سؤال طبعا بنرقم الأسئلة. لازم ترقموا الأسئلة. مثلا السؤال الأول بنكتب طبعا خطنا بشكل مرتب، بنكتب مثلا قسمنا الرباعي طبعا، والمطلوب منا بالأول صفحة طبعا. نكتب مثلا الجواب اللي عندنا بخط واضح. مثلا بالامتحان لقينا مثلا سؤال صعب، مثلا سؤال رياضيات علمية. رياضيات العلمية الأسئلة فيها كتير صعبة، كبيرة جدا. فهلقيت مثلا فرضا إن إحنا مشينا عن سؤال لقيناه كتير صعب، منخلي له ورقة أو ورقتين أو حسب ما إحنا منعرف قديش بيحتاج. أو مثلا آيات قرآنية مثلا بدها كتير مساحة، منحط على حسب المساحة اللي عنا مثلا عنا. أو مثلا ذكر أربع أفكار مثلا إحنا مثلا عايزين نذكره طبعا وإحنا نسيناه، مثلا نخلي لنا ست سبع أسطر حسب إحنا كمان خطنا. طبعا منكمل الامتحان، بنمشي عن السؤال الصعب، بنكمل الامتحان. مثلا في سؤال مثلا مش عارفين نجاوبه من مره، ممنوع ما نخليش المكان فاضي، نكتب اي شيء. يمكن احنا الكتاب اللي احنا قاعدين نكتبها ومفكرينها غلط، يمكن هي تكون صح.
إذا في أسئلة اختيار من متعدد ألف باء جيم دال، إذا كنا متأكدين مثلا واحد مثلا جوابه دال خلاص بنكتب، إذا مش متأكدين بنمشي عنه بنكمل الباقي، ما نضلش نخربش في الجدول ألف باء جيم مثلا، لأنه الخربشة كتير بتخرب علينا. وما تخلوش إشي فاضي، فرضا إنه مش عارفين الجواب من مرة أكتبوا أي إشي، أو أكتبوا الإشي اللي أنتوا قريبين من الجواب يمكن جوابكم يكون صح. مهم ما تخلوش إشي فاضي. إذا عنا سؤال اختياري من فرعين أو ثلاث أفرع، من ناخد الإشي الأسهل علينا واللي عليه علامات أكتر واللي بنقدر نجيب عن طريقه علامات أكتر. فرضا نسينا مثلا سؤال، فرضا نسينا مثلا السؤال الثالث، بعد ما نخلص كل الامتحان منروح نكتب رقمه، طبعا نكتب رقم سؤال نسيناه ومنحله طبعا، ونكتب تابع طبعا نكتب رقمه. إذا خلص الورق اللي معانا في الدوسية المخصصة للكتابة بنسأل المشرف اللي علينا شو نعمل. إذا مثلا في الرياضيات بدكوا ورقة خرابيش اسألوا المشرف إذا بيعطيكوا أو المراقب، وطبعا بيعطيكوا أو ما بعرف شو بصير. طبعا ما نضلناش مرتبكين، نتوكل على الله، ما نخلي ولا سؤال فاضي، يمكن جوابك صح وانت مفكر انه غلط. مكملين معاك. وبعد بعد الامتحان طبعا، بعد ما نخلص الامتحان ما نحاولش نضلنا قاعدين كتير في المدرسة، لأن كتير منضيع وقتنا، منحاول نعرف الجواب، إذا في حدا طبعا بيجاوب لنا، إذا فيش حدا يجاوب لنا خلاص بنروح. فرضا الامتحان صعب، فرضا مر علينا امتحان صعب ومنعرفش، منفكر إن إحنا مش مجاوبين كويس مثلا، يمكن إحنا نكون مجاوبين كويس وإحنا منعرفش، فلازم ما نأثرش على الامتحان اللي بعديه، لانه البعدي احنا اولى بالوقت اللي بمر علينا ابدا من ما نضلنا نفكر بالامتحان اللي عدى. يمكن انت مجاوب صح وانت مفكر انه انت مجاوب غلط. كل اللجنه 20 يوم بنصبر، لو انه بيكون في ضغط طبعا، لو انضغطنا عادي، كلهم 20 يوم وبيمشوا. احنا بدنا نفرح اهلنا ونوصل لاحلامنا طبعا، ما نضلناش نكبر التوجيه بوجهنا طبعا، صف زي أي صف، بس لأنه في مراقبين وفي لجنة وفي إعلان طبعا. العطلة اللي بيعطوك إياها قبل الامتحانات تقريبا بتكون 30 يوم أو أقل حسب، حاولوا أنجزوا فيها وما تضيعوش ولا يوم فيها طبعا من أولها، ودرسوا. أنتوا لازم تكونوا من هلأ تدرسوا، بس هديك فترة أنكوا تكملوا الدراسة. وطبعا تابعوا قناتنا بالمواد اللي احنا بنحط لكم اياها، القناة التعليمية باللغة العربية. مثلا بامتحان اللجنة ما تضلكوش مثلا تدرسوا ساعات كتير، تصلوا للصبح مثلا الساعة 5 الصبح تضلكوا تدرسوا وتكونوا انتوا تعبانين مثلا، بلاش الامتحان يروح عليكم. خلوا حدا ينبهكم طبعا، ناموا بوقت مناسب، عيروا المنبه مثلا، ما تمسكوش الكتاب بالشارع، كلها ربع ساعة يعني، الشارع كله ربع ساعة أو السيارة ربع ساعة، فرضا نص ساعة خلاص، هذه الوقت اتركوه طبعا. إذا أنتوا بدكوا تراجعوا إشي لما توصلوا المدرسة هذا إشي تاني. ما تحاولوش تغشوا، نصيحة طبعا ببلاش طبعا، لأنه كتير الغش بيخرب عليكم. هدفنا إحنا نجاحكم، هدفكم النجاح طبعا، ان شاء الله بتوصلوا للجنه وبتنجحوا كلكم بامتحان اللجنه بكل الافرع. وتابعونا على قناتنا، القناه التعليميه باللغه العربيه، وادعوا اصدقائكم للمتابعه وفعلوا زر الجرس، هيك بنكون عملنا لكم كل النصائح، واذا في نصائح تانية ان شاء الله رح نقدم لكم اياها.